أدان محمد عبد السلام استمرار فرنسا في مواجهة الإرادة الوطنية التحررية لشعب النيجر، وعليها أن تدرك أنها قوة استعمارية ول زمانها بعد عقود من نهب ثروات النيجر وغيره من بلدان إفريقيا، وأضاف أن أي تدخل عسكري أجنبي في آل النيجر فهو مدان ومرفوض، وعلى فرنسا أن تحترم إرادة شعب آل النيجر. المتطلع إلى الحرية والسيادة بعد عقود من النهب الاستعماري لثروات البلاد. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.